مولد رسول الله، بعثة رسول الله، هجرة رسول الله، وفاة رسول الله. مولد رسول الله كان يوم الاثنين، هجرة رسول الله كانت يوم الاثنين، ووفاة رسول الله كانت يوم الاثنين. وكتير ناس ما سمعوا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وماذا فعل في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل الصحابي صهيب الرومي في مكة، حيث إنه كان من أغنى تجار مكة وأراد الهجرة إلى المدينة، فمنعه المشركون وقالوا له: لا نخليك، لا نتركك تهاجر حتى تترك كل مالك في مكة. ترك كل ماله وهاجر إلى المدينة حبا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما في المدينة فماذا حصل؟ دروس وعبر تستفاد وتستقى من الذي حصل بين الأنصار والمهاجرين من البذل. وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكون كامل الإيمان من لا يكون على هذه الحال. المطلوب أن نخبر أولادنا عن هذه الذكرى العظيمة، ذكرى هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمطلوب أن نخبرهم عن صحابته الكرام، لأنه لا شك أن اللي عملوه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منافعه مستمرة على مر العصور، لأن الصحابة الكرام كانوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.